مهدي موجود دائما، الا ما كانش موجود بالاغاني كيكون موجود بالالحان. ودابا راك سمعتي الاغنيه الاخيره ديال حاتم عمور اللي بالعنوان، راهي الحمد لله ناجحه من انجح الاغاني اللي كاينين دابا. ومهدي مزيل المغني غادي يبان ان شاء الله ديريكتوم مورا رمضان باغنيه جديده اللي غتكون ستيل مختلف بزاف عاوتاني على 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 خليتي في قلبي جرح وعلى بداله وعلى داكشي اللي دفات كامل، وكنتمنى باش تعجب الناس يا ربي ان شاء الله. هو المهدي منيار هو صديق قبل ما تجمعني به الخدمه ولا يشارك معايا في الكليب. هو بالنسبه للمشاركه ديالو فهي كان اقتراح منه، اقترح عليا باش يبان معايا في كليب. وديريكتومون جاتني فكره ملي بديت كنحضر الكليب ديال خليتي في قلبي جرح، والحمد لله كانت المشاركه ديالو مباركه مسعوده عليا كما كيقولوا. والحمد لله لقى الكليب النجاح، هذا هو الاهم. والمهدي كيف ما قلت لك صديق واخ قبل ما تجمعني به الخدمه. هادشي لك العماري اخويا، مازال ما كاينش التفكير دابا، باقي ما التفكير كاين والحق زعما باقي ما وقفتش على رجليا باش نفكر في الزواج. ومن القدام اللي مكتبه راه سال على المكتب كما كيقول خويا. ما منكذبش عليك، ما عندي حتى مواصفات في دماغي ديال شي فارس الاحلام. المهم كما قلت لك راه المكتبه راه غتجي وصافي، هادشي اللي كاين خويا. كنبغي نقول للمتتبعين ديالي شكرا بعدا على الحب ديالهم وعلى التشجيع ديالهم المتواصل ليا ولا مشروط. وكنقول لهم خليكم معايا دائما، راه كاين الكاليتي وكاين جديد وكاين الاختلاف ان شاء الله يا رب.